مرحبا، بسم الله الرحمن الرحيم. متابعين وقراء ومشاهدين موقع اشواق.com، نحن اليوم هنا في ضيافة محمد المصطفى خيا، رئيس مصلحة السير الصناديق الموحدة التابعة للمكتب الوطني للصيد بميناء مجدور. أولا استقبلنا قسم الاستقبال هنا لتسيير عملية أو عملية تسيير وتدبير هذه أو هذا المرفق. أولا مرحبا بنا عندكم في هذه المصلحة. بادئا ببدء مرحب بموقع أشواق بميناء بوجدور، وبالضبط بمصلحة تسيير الصناديق الموحدة التابعة للمكتب الوطني للصيد بميناء بوجدور. مصلحة تسيير الصناديق الموحدة هي مصلحة حديثة العهد، تم خلقها منذ تدشين ميناء بوجدور سنة 2013، وبالضبط في شهر نوفمبر. هذه المصلحة تدخل في ورش وزاري اسمه أريوتيس، الهدف منه هو تثمين منتوج البحري والمحافظة على الثروة السمكية وتشجيع استهلاك المنتوجات البحرية في أفق 2021. هي لها مجموعة من الأهداف إن شاء الله التي ستتحقق، تم رسمها سنة 2009 وسوف تتحقق بإذن الله سنة 2020. تم تحقيق عدد لا بأس به من أهدافها، والبقية ستتحقق إن شاء الله من في, 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 في سنة 2020 إن شاء الله ربنا. فيما يخص تسير الصناديق الموحدة بميناء بوجدور، مصلحة تسير الصناديق الموحدة هي مصلحة تتكلف بغسيل الصناديق الموحدة وتسليمها إلى مراكب الصيد الساحلي سنف السردين، بغية وضع حد للصناديق الخشبية التي كانت سائدة آنذاك، ومن أجل أيضا تثمين المنتوج وبيعه بثمن مناسب وتصديره إلى الأسواق الداخلية أو إلى الخارج انطلاقا من بوجدور. بالنسبة لمصلحة تسير الصناديق الموحدة، هي تتوفر على مخزون من الصناديق قدره 218,000 ما بين مهني، ما بين تجار الصيد بالجملة وأرباب المراكب، والمخزون الذي نتوفر عليه بوحدة غسيل الصناديق الموحدة. هذا المخزون نحاول أن نلبي به حاجيات المهنيين التماشي مع متطلباتهم اليومية، بغية بلوغ أهدافنا المنشودة، ألا وهي تحقيق اكتفاء ومتطلبات المهنيين. إذن مصلحة تسير الصناديق الموحدة بميناء بوجدور هي رهن إشارة مهني الصيد الساحلي صنف السردين، وأيضا ونتمنى من الوزارة أن تخصص عددا من المراكب الصيد الساحلي صنف الخيل، بغية تزويدهم بالصناديق الموحدة من أجل الرفع من مداخيل هذه المندوبية والمضي قدما بها إلى الأمام. بالنسبة لمجهودكم الذي تبذلونه في هذه المصلحة، ربما هو يتمشى كذلك وتواصلكم مع المكتب الوطني للصيد البحري في شخص مندوبه، هناك تواصل دائم بينكم وبين القطاع المسؤول؟ لا شك هناك تواصل دائم بيني وبين السيد المندوب الجهوي في كل كبيرة وصغيرة تخص شؤون هذه المصلحة. بطبيعة الحال هذا تفرضه
درجة تفرضه يعني الدرجة التراتبية بين بين بيننا بين رئيس المصلحة وبين المندوب. ولا شك أن المندوب ومطلع على كل كبيرة وصغيرة بهذه المصلحة، وفي وبحكم يعني حداثة هذه المصلحة، فأنا أزوده بكل ما يحتاج وبكل، حتى الإدارة المركزية يعني هي إشارة يعني المعلومة يعني في أي وقت. فعلا، إذا يعني بالنسبة للعملية أو العاملين داخل هذا المرفق، بالنسبة لشركة شركات المناولة، هناك شركات يعني مكلفة بالنظافة وشركات مكلفة بالحراسة وشركات مكلفة بعملية الشحن والتفريغ، يعني الصناديق يعني نتوفر على عدد لا بأس به من الـ من الـ من الأعوان ومن المستخدمين. شركات المناولة نتوفر على 24 مستخدم كلها يعني يقوم بدوره، منهم من يقوم ب يعني منهم من يشتغل بآلات الغاسلة للصناديق الموحدة، ومنهم من يشتغل بتفريغ يعني تفريغ الشاحنات القادمة من المعامل يعني الحامل للصناديق المتسخة، ومنهم من يقوم بعملية تسليم صناديق المغسولة إلى مراكب الصيد، ومنهم من يقوم بعملية الحراسة يعني حراسة مباني التابعة للمصلحة. بالنسبة يعني ما هي الرسالة التي توجهها للرأي العام المحلي والوطني؟ بالنسبة للرسالة التي أوجهها للرأي العام يعني المحلي والوطني، يعني هو يعني على أن يعني قطاع الصيد البحري هو قطاع يعني قطاع يعني وجب يعني يعني التعاون بين جميع الأطراف المتدخلة. الأطراف المتدخلة بغية يعني الرقي به وتحسين مردودية مداخله وتحسين جودة المنتجات. لا بد من التعاون بين مختلف المتدخلين في جميع الموانئ، لا المكتب الوطني للصيد، لا وزارة الصيد البحري، لا الوكالة الوطنية للموانئ، لا شركات المناولة، يعني جميع المتدخلين، لا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. يعني هذه المصالح وهذه يعني الإدارات وجب تعاونها وتكافل جهودها بغية يعني النهوض بهذا القطاع.